متابعي قناة بيست آرت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنانة منى الحدلي وبعد سفرها إلى دولة تركيا لإقامة حفلة رمضانية في مدينة إسطنبول، فاجأت الشركة المستضيفة بتكريم خاص بمناسبة حصولها على 4 مليون متابع في صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا. حبيب قلبي، هاي المرة الثانية بتكون معنا ببرنامج افطار مع الساعة. شو بتحب تقول للأربع مليون معجب فيك؟ أربع مليون خليون أربع مليون أنا بينيتهم ها طبعا أربع مليون نحبكم، أربع مليون نموت فيكم، وإن شاء الله ربي يخليكم لي كامل. الحمد لله يا ربي اللي لحقت الأربع مليون، يعني ما كنت تصورها أول ما فتحت انستغرام. الحمد لله، شكرا على المفاجأة، بزاف 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 فرحت. ميرسي بو ثانكيو. أنا بدي أقول شكرا لفلامينغو أوف إسطنبول اللي شاركونا بهالسربرايز المفاجأة. يميت ورد يميت أهلا وسهلا. ميرسي بوكو زكريا، نورتينا. وما تنسوا 4 مليون اللي عندها غير اللي عندنا كمان، تابعوا منال لحد على برنامج افطار مع السارة عبر الأردنية الأولى A1 TV. اوكي، نربعة واحدة أخرى تانينا هاي ليه؟ أنا هاي بخلق صورة هاي ومن لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيست آرت.